ونبقى في قضاء بيجي وأجواء العيد التي ما تزال تعم المدن، فقد شهدت مدينة ألعاب القضاء توافدا ملفتا للنظر من قبل أهالي المدينة والوافدين من خارجها. وقد أشاد المبتهجون بالمناسبة بالخدمات الترفيهية بالمنتزهات الخاصة وعموم الأماكن العامة من أجل استكمال الفرحة في ظل استتباب الأمن والاستقرار خلال الأعوام الأخيرة. الاجواء تخبل في مدينه العاب بيجي. انا من جاي من كركوك قضاء الدبس قريه طويله، جيت خطار على هنا في قضاء بيجي. ما شاء الله الاجواء تخبل الله يديم عليكم الامن والامان. مدينه العاب بيجي عاملهم كادرهم كل ناس يعني طيبين، الله يحفظكم ويخليكم. الحمد لله الاجواء في قضاء بيجي بالاخص ممتازه والامان موجود بفضل القوات الامنيه، وخاصة في هذه المنطقة السياحية المدينة السياحية في بيجي. ولكن نطلب من الحكومة الحكومة المركزية وبالأخص الحكومة المحلية الاهتمام بالمرافق السياحية بالمنتزهات بالحدائق العامة، لأن بيجي عانت بالأخص قضاء بيجي عان من الإرهاب والحروب والمشاكل والدمار. فنطلب أنه أكثر المناطق السياحية المنتزهات المناطق الترفيهية للعوائل. والله ما شاء الله نشوف الأجواء حيل طيبة وأجواء سياحية راقية، بس وتعامل الكادر معنا يعني تعامل طيب وحسن وزين، وما شاء الله الأجواء حيل زينة. والعالم احنا نشجع ونريد ان تصير مدينة العاب بيجي افضل من هذا الشيء واحسن من هذا الشيء. هي زين هسه تقديمها واجواءها ووضعها وتقديم الكادر مالها زين، بس احنا نفتقر لهذا الشيء، نريد شيء افضل بعد. اليوم العوائل يعني تجي متونسة على مدينة العاب بيجي السياحية، وهذا العوائل جايتنا هنا والله العاب موجودة يلعبون يعني متونسين، والله اجواء حلوة ما شاء الله حيل حلوة وأجواء حلوة وطيبة، ويعني ما قصروا ويانا أهل المدينة من ناحية هذا. يعني طال شاهد احنا وقت البحر طبونا انا وعائلتي ما اخذوا من عندنا فلوس، قالوا هاي روحوا، قالوا هاي روحوا على الوجه عين. الالعاب حلوة بيجي يعني مدينتها احلى من هواي مدينات، مرتبة كناس عوائل جاي تطلع جاي تتونس ترتيب حلو، ونأمن هنا وما شاء الله شرطة يفترون ومنا ومنا وماكو مشكلة لا طلعة ولا طب ولا واحد صور ولا هنا ما شاء الله الأمن كله موجودين والشرطة ومأمنين، يعني هنا اللي يجي واللي يطب واللي يطلع مأمنين، وما شاء الله من الطب حتى لو ما أدري شنو شايل جنطة. أنا جيت البارحة بيها ملابس مال طفل فتشوها كلها ما شاء الله، قلت له أنثر لك يا يعني فتشي ترتيب حلو هنا وما شاء الله الأجواء طيبة والعالم كله جاي تتونس ما شاء الله والحمد لله والشكر. Thank you.